كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الاكله او لا طبق اللي سهل وسريع وبنين، تقدروا ديروها للعشاء، ديروها للغدا، ديروها لكانوا جاي عندكم ضيف كفكره، يعني صالحه في اي زمان ومكان وفي اي وقت تقدروا ديروها. وكذلك الا يعني لاحضرتوها وشاطيكم ما تضيعش، تحتفظوا بها من بعد وتوليو تسخنوها. تبعوا معايا وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا غادي ندوزو غادير. غادي نحتاجو الخضر، عندي هنايا بطاطا مقطعه مكعبات، درت 3 حبات ديال البطاطا. هنايا عندي الخيزو، 2 حبات ديال الخيزو قطعتهم حتى هما مكعبات صغيورين. وعندي هنايا حبات ديال القرعه قطعتها حتى هي مربعات صغيوره. وغادي نحتاجو هنايا قطعه ديال صدر الدجاج، تقدروا ديروها بلا دجاج، يعني الا ما بغيتوش ديروها ديروا غير الخضر بوحدهم. وعندي هنايا الرز، هنا كاين كاس ونص ديال العنبه ديال الرز كلاصي. هادشي اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه هادي. ونبداو في طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نقطع هاد صدر الدجاج، هذا غادي نقطعو طريفات كيف ما قلت لكم. الا ما كانش متوفر عندكم او لا بغيتو ديروها بلا دجاج غير بالخضره والرز ديروها. وكذلك بالنسبه للخضر تقدروا يعني ديروا الخضر اللي متوفره عندكم او لا تزيدوا خضر اخرى كتعجبكم، مثلا اللافت، لاريكو، اللي بغيتو. صافي نقطعوهم بهذا الشكل. اذا من بعد ما قطعت الدجاج طريفات، دابا غادي ناخذ الماء سخون. درت هذا لوبول، هذا درت فيه الماء ساخن، وغادي نضيف عليه هذا الرز كلاصي يعني باش يرطب ما يبقاش قاصح. كنديروا هذه العمليه يعني كنرطبوه في الماء الساخن واحد شويه حتى كنبغيو كنقليو شويه الخضيره، عاد من بعد كنضيفوا عليها الرز وغادي نخليوه جانبا. ودابا غادي ناكل الكوكوت. غادي ندير فيها هاد الخضرة هادي. ودابا غادي ندير ليها التوابل. غنديرو الملحة، غندير البصل، غندير شوية ديال الخرقوم، غندير شوية ديال الثوم مجفف، غادي ندير شوية ديال القزبر يابس كيعطيه واحد المذاق زوين، غندير شويه ديال الزعتره كذلك، غندير شويه ديال الكمون. انا غادي نستعمل في بلاصه التحميره هاد الفلفله هادي اللي كنصايب في الدار، حتى هي راه كتعطي اللون. الا عقلتوا عليها هي هادي، راه كنت شاركتها معكم في واحد الفيديو. غادي ندير شويه ديال الفلفله حاره ولا فلفله سودانيه، وغندير صلصه ديال الصوجا الا عندكم، الا ما عندكمش ما ديروهاش. غندير ايضا شويه ديال معدنوس مقطع، وفي الاخير غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون. غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال الزبده، ضروري معلقه هذه كبيره ديال الزبده، يعني من الافضل لانها كتعطي واحد البنه زوينه مع الرز. ولكن الا ما توفراتش ديروا غير زيت الزيتون بارك. دابا غادي ندي هذه الخضيره هذه فوق البوطه باش نشحرها، تذوب الزبده، ونخلط هاد المقادير هادو مع الخضره ونخليهم يتقلاو. صافي غادي نبدا نحرك هكا مزيان حتى نخلط العطريه مع الخضره، وفي نفس الوقت ندوب هاد القطعه ديال الزبده باش تشحر الخضره. غادي نضيف عليها دابا الصدر ديال الدجاج اللي قطعت،
من بعد صافي دابا غادي نضيف هذا الرز هذا كيف ما كتشوفوا درته في الماء سخون، ها نتوما كيولي دغيا كيتهرس يعني بحالا باش دغيا يطيب ولي بحالا نص طيبه. صافي دابا من بعد ما شحرت الرز شويه صافي دابا كلشي تشحر مزيان. بالنسبه للرز قلت لكم درت كاس ونص ديال العنبه ديال الرز، اذا غادي نزيد تقريبا جوج الكيسان ديال العنبه ديال الماء، هالكاس الاول وهالكاس الثاني. صافي غادي نخلط، غادي نسد دابا الكوكوت وغادي نخليها على نار مهيله حتى تبدا تبان لكم بدات كتصفر، غير تبدا تصفر حسبوا ليها ربع ساعه وطفوا على الكوكوت غادي تلقاوها وجدت. انتما البنات ان فوا تبدات تصفر صافي حسبوا ليها 15 دقيقه ولا ربع ساعه ولا ريقلوا الساعه ديالكم وديك الساعه فتحوا الكوكوت راه غادي تلقاوها واجده. المهم ها هي هذه الخضيره ديالنا مع الرز، ها هي صافي راها وجدات، بطاطا طايبه. بهذا الشكل كتكون أكلة وجدة خضرة مفورة في الكوكوت مع صدر الدجاج، كتجي رائعة رائعة بزاف، كنصحكم أنكم تجربوها وكذلك سهلة وسريعة التحضير، ديروها للعشاء كتجي خفيفة ولذيذة بزاف. إلى عجبتكم الأكلة ما تنساوش تخليوا لي لايك للتشجيع وتعليق، خليوا لي الرأي ديالكم كي جاتكم الوصفة أو لا عندكم أي تساؤل راني كنجاوبكم كاملين، وبارطاجيو الفيديو عاونوني بالبارطاج، بارطاجيو مع أصحابكم حبابكم إذا كتبان لكم الوصفة أنها كتستاهل تشاف من طرف الجميع. كنشكركم على المتابعة وكنشكر كاع الناس اللي دائما كتفرج في الفيديوهات ديالي اللي كنحط، دائما كيديروا لي لايك وتعاليق إيجابية ومحفزة ليا بزاف، شكرا لكم بزاف ولله يخطيكم. بهذا الشكل كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ونتلقاو في الفيديو القادم إن شاء الله.